فأن مجالات تدخلنا متعددة وتشمل سلسلة كاملة للصناعة الطاقوية، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء، إنجاز شبكات الكهربائية والغازية، إنجاز وتركيب محطات توليد وتحويل الطاقة، وتوزيع المواد البترولية والغازية. كما نهدف أيضا إلى تعزيز التعاون من خلال تطوير الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية والخبرة إلى الجزائر، بحث إمكانيات دخول أسواق الطاقة في البلدان الأخرى، وتقاسم الخبرة والتجارب في ميدان الطاقوي وخاصة في إفريقيا، الدعم ومساهمة في مبادرة الهادفة إلى استقرار أسواق الطاقة. من جهة أخرى، فإن مؤسساتنا تشارك بقوة في التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالطاقات المتجددة والجديدة والمتجددة. وفي هذا المجال، واعتبارا للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا، فإننا نطمح إلى مرافقة الانتقال الطاقوي في الجزائر من خلال تطوير إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، ونشر شبكات الذكية على نطاق واسع، وعصرنة النظام الكهربائي الجزائري. لذا أدعو المؤسسات التركية للمشاركة بقوة من أجل تجسيد هذه الأنشطة التي ستطلعون على مزيد منها من خلال العروض التي ستقدم لكم، والنقاشات والتبادلات التي ستكون لكم مع الشركات الجزائرية. فيما يخص قطاع المناجم، أذكركم بأن تركيا متواجدة من خلال شركتين كبيرتين، توسيالي وأوزمرت، اللتان تنشطان أساساً في فرع الحديد. وأود بهذه المناسبة أن أشجع الشركات التركية على تعزيز وجودها في هذا المجال، والمشاركة في تطوير مناجم الحديد في الجزائر، وخاصة منها مناجم غار جبيلات التي تشمل ثلاث مواقع، وهي غرب بمساحة 15 ألف هكتار،